بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة. في فيديو سأخصصه لتصحيح نموذج للفرض الكتابي المحروس الأول الدورة الثانية، موجه لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي. وكما تعلم عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، الفرض المحروس لمادة علوم الحياة والأرض يتكون من مكونين. المكون الأول واسترداد المعارف، وتخصص له 8 نقاط. سنحاول أن نصحح وأن أصحح هذا المكون في هذا الفيديو. ومكون ثاني وهو الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، تخصص له 12 نقطة. خلال هذا الفيديو سأصحح المكون الأول. كما تلاحظ أمامك عزيزي المشاهد على الشاشة، لنبدأ بالسؤال الأول. يمثل رسم تخطيطي جانبه رسما تخطيطيا للعناصر المتداخلة في نشاطين عصبيين مختلفين، وكذا تمثيلا لمسار السيارة العصبية خلال كل نشاط عصبي. أولا، اعطي الأسماء المناسبة للعناصر المرقمة. العناصر المرقمة من 1 إلى 10. نلاحظ عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، الرقم 1 يمثل القشرة المخية، الرقم 1 قشرة مخية باللون الوردي. الرقم 2 باللون الأحمر يمثل الباحة الحركية. كيف عرفت بأن العنصر رقم 2 هو الباحة الحركية؟ لنتبع مسار السيالة، وسنلاحظ أنها تتجه نحو العضلة الهيكلية، لأن يتعلق الأمر مركز العصبي الحركي أي الباحة الحركية. العنصر رقم 2. العنصر رقم 3 باحة الحساسية العامة. لاحظ السيالة تنشأ على مستوى المستقبل الحسي وتنقل نحو المخ وبالضبط إلى المركز العصبي الحسي وهو باحة الحساسية العامة. إذا 2 باحة حركية، 3 باحة الحساسية العامة. العنصر رقم 4. العنصر رقم 4 ينقل السيارة العصبية الحسية من العنصر رقم 8 أي المستقبل الحسي إلى باحة الحساسية العامة. تعلق الأمر بألياف عصبية حسية، ودورها نقل السيارة العصبية الحسية. العنصر رقم 5 ينقل السيارة العصبية الحركية من الباحة الحركية في اتجاه العضلة الهيكلية. إذن العنصر الذي يؤدي هذا الدور هو الألياف العصبية الحركية. 5 ألياف عصبية حركية. العنصر رقم 7 من النشاط العصبي هو الحساسية العامة. وعنصر رقم 7 السهم باللون الأزرق يمثل اتجاه السيالة العصبية الحسية. قبل ذلك العنصر رقم 6 عفوا ويمثل النخاع الشوكي. النخاع الشوكي يحتوي على ألياف عصبية حسية وحركية. الحركية تنقل السيارة العصبية الحركية نحو العضلة، الحسية تنقل السيارة العصبية الحسية نحو المركز أو المراكز العصبية الحسية. العنصر رقم 7 كما قلنا هو اتجاه السيارة العصبية الحسية. العنصر رقم 9 هو العضو المستجيب، العضلة الهيكلية. 8 مستقبل حسي، 9 عضلة هيكلية. العنصر رقم 10 واتجاه السيالة العصبية الحركية. السيالة العصبية الحركية تنشأ على مستوى الباحة الحركية وتنقل بواسطة الألياف العصبية الحركية نحو العضلة الهيكلية. اتجاه السيالة العصبية الحركية اتجاه نابي أي من المركز العصبي الحركي نحو العضلة. اتجاه السيالة العصبية الحسية هو اتجاه مركزي، يعني تنشأ على مستوى المستقبلية الحسية وتنقل نحو المركز العصبي الحسي. كما قلنا العنصر رقم 10 اتجاه السيالة العصبية الحركية. ثانيا، أتمم الجدول التالي بما يناسب. سنحدد أولا نوع النشاطين العصبيين 1 و 2. إذا بالنسبة للنشاط العصبي الأول هو نشاط عصبي حسي، يتعلق الأمر بالحساسية العامة، مركز العصبي هو باحة الحساسية العامة، الموصل الحسي الألياف العصبية الحسية، المستقبل الحسي هو المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الجلد. النشاط العصبي الثاني هو نشاط عصبي حركي، يتعلق الأمر بالتحركية الإرادية. العناصر المتدخلة في هذا النشاط العصبي مركز العصبي الحركي، الباحة الحركية الموجودة في الفص الجبهي أمام شق البندور.
تنشأ على مستوى السيولة العصبية الحركية، تنقل بواسطة الألياف العصبية الحركية الموجودة في النخاع الشوكي والعصب السيسائي، ثم المستجيب الحركي وهو العضلات الهيكلية. بالنسبة للمركز العصبي، النشاط العصبي الأول هو مركز عصبي حسي يتعلق الأمر بباحث الحساسية العامة، توجد خلف الشق رولوندو. بالنسبة للمركز العصبي الحركي في التحرك الإرادية هو الباحة الحركية، وتوجد أمام الشق رولوندو. نوع السيالة، بالنسبة للحساسية العامة نوع السيالة هي سيالة عصبية حسية، وبالنسبة للتحرك الإرادية نوع السيالة هي سيالة عصبية حركية. اتجاه السيالة، لاحظ باللون الأزرق اتجاه السيالة في الحساسية العامة، السيالة العصبية الحسية تتجه نحو المركز العصبي الحسي العنصر رقم 3 أي الباحة الحساسية العامة، لذلك فاتجاهها اتجاه مركزي لأنها تتجه نحو المركز باللون الأزرق. بينما السيالة العصبية في النشاط العصبي الثاني أي التحرك الإرادية هو اتجاه نابت، لاحظ السيالة تنشأ على مستوى المركز وتنقل نحو المستجيب الحركي، إذا من المركز اتجاه نابت من المركز العصبي الحركي. العنصر أو السؤال الثالث، إذا تمكن العضلات الهيكلية من القيام بمجموعة من السلوكات عبر حركتين بسيطتين التني والبسط. إذا هذا السؤال هو سؤال من الدرس الثاني الجهاز العضلي، إذا لاحظ حركتي التني والبسط. إذا على اليمين لدينا حركة بسط الساعد، على اليسار حركة تني الساعد. لاحظ إذا هناك عضلتين تتدخلان في هاتين الحركتين، عضلات ثلاثية الرأس، عضلات خلفية للذراع تسمى بعضلات ثلاثية الرأس، ثم عضلات ثنائية الرأس، عضلة ثنائية الرأس وهي العضلة الأمامية للذراع. هناك عضلتين، العضلة الأولى هي عضلة ثنائية الرأس، والعضلة الثانية هي عضلة ثلاثية الرأس. شكل العضلة خلال حركة التني، إذا نلاحظ على الرسم التخطيطي الموجود على اليسار، العضلة ثنائية الرأس هي متقلصة، بينما العضلة ثلاثية الرأس لاحظ مرتخية أو منبسطة، نقول كذلك منبسطة، لاحظ الشكل، ثنائية الرأس متقلصة وثلاثية الرأس مرتخية أو منبسطة. من عكس ذلك يحدث خلال حركة البسط، لاحظ عضلة ثنائية الرأس مرتخية أو منبسطة، عضلة ثلاثية الرأس متقلصة. لذلك نقول أن العضلتين ثنائية الرأس وثلاثية الرأس عضلتان متعارضتان، عندما تتقلص الأولى ترتخي الثانية، وعندما ترتخي الثانية تتقلص، أو عفوا عندما تتقلص ترتخي الأولى تتقلص الثانية، فتسميان عضلتان متعارضتان. السؤال الرابع والأخير، اذكر خاصيات العضلة الهيكلية ثم عرفها. إن هناك ثلاث خاصيات للعضلات الهيكلية، خاصية الاهتياجية، خاصية القلوسية، ثم خاصية المرونة. إذا بالنسبة للخاصية الأولى، خاصية الاهتياجية هي استجابة العضلة للإهاجة بالتقلص، نلاحظ الشكل أو الطول الأصلي للعضلة قبل الإهاجة ونلاحظ بعد الإهاجة، قمنا بتهيجها بتيار كهربائي، إهاجة كهربائية، لاحظ أنها تقلصت، إذا العضلة تستجيب للإهاجة كيف بالتقلص. الخاصية الثانية خاصية القلوسية، لاحظ ماذا يحدث بعد تقلص العضلة، إذا العضلة عندما تتقلص إذا ينقص طولها، لاحظ الشكل مقارنة من الشكل الأول والشكل الثاني، لاحظ أن طول العضلة نقص، انتفاخ بطنها، لاحظ كذلك دائما في مقارنة الشكلين واحد واثنان أن بطن العضلة ينتفخ ويتصلب. الخاصية الثالثة هي خاصية المرونة، عندما نعلق العضلة في أحد وتريها ونعلق في الوتر الآخر كتلة، لاحظ ماذا يحدث، يزداد طوله، يعني يزداد طول العضلة. عندما نزيل هذه الكتلة والقوة التي تسببت في التمدد، ماذا يحدث، تعود العضلة إلى طولها الأصلي. إذا المرونة، ما هي المرونة؟ هي أن العضلة تسترجع طولها الأصلي متى؟ بعد إزالة القوة المسببة لتمددها.
من إزالة الغثاء يؤدي إلى استرجاع العضلة لطولها الأصلي. إلى هنا ودعك أخي الكريم أختي الكريمة في انتظار تصحيح مكون الاستدلال العلمي في فيديو آخر. انتظروني، أرحب باقتراحاتكم وتساؤلاتكم وملاحظاتكم، وإلى الملتقى.